الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا باسط الأرض ورافع السماء، يا منزل الغيث ورافع البلاء، يا مجيب المضطرين في السراء والضراء، يا سميع الدعاء، يا من أحاط علمه بدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في دياجير الظلماء، يا من من فيض جوده الوجود والنعماء، لك الحمد والثناء والجد والسناء، الجد العظمة والقدم والبقاء والعظمة والكبرياء سبحانه. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك ولا خير إلا خيرك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم وأولادكم، اتقوا الله تعالى في نسائكم، اتقوا الله تعالى في أعمالكم ومعاملاتكم وتجاراتكم، اتقوا الله تعالى بالوقوف عند حدوده، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا الجمعة الماضية عن خلق الرحمة، ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن خلق آخر يرتبط به ويتصل، وهو العفو، وهو خلق يكاد يغيب عن المجتمع في هذه الأيام. العفو خلق رفيع وأدب عالي ومكرمة من مكارم الأخلاق، اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الغاية. أمره الله تبارك وتعالى بذلك في الكتاب الكريم فقال: خذ
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خلق تحلى به أشراف العرب قبل الإسلام، فكان الشريف لا يكون شريفا والعظيم لا يعظم قدره إلا بالعفو عند المقدرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في السنن: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية مشهورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعظم مشكلات الناس اليوم والخلافات فيما بين الآباء والأبناء والأزواج والشركاء في التجارات والجيران في السكنى إنما تنشأ من عدم القدرة على العفو. يبخل الإنسان ويجح وتدعوه نفسه إلى الانتقام، تدعوه نفسه إلى الأخذ بالثأر، فيريد أن يعاقب بمثل ما عوقب، ولا يعرف أن يقف عند الانتقام فيتجاوز الحد ويقود ذلك إلى مآس نراها في المجتمع، إلى عقوق فيما بين الأبناء والآباء، إلى فراق فيما بين الأزواج، وتنتهي مشكلات الشركاء في التجارات في قاعات المحاكم، وتستمر سنين طوالا ينفق الإنسان فيها من المال أضعاف ما كان يطالب به لو أراد العفو. رب العالمين سبحانه وتعالى اتصف بالعفو، ومن أسمائه الحسنى عز وجل العفو، ونحن نحوج إلى عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته. والعفو من الله تبارك وتعالى هو التجاوز عن الذنب، أي عدم المؤاخذة به، وهو أدق من المغفرة، لأن المغفرة تتعلق بالعقاب يوم القيامة، فكأن الذنب قد ثبت ثم غفر الله، أي تجاوز عن العقوبة في الآخرة. ولكن العفو أخص منه، لأنه يتضمن التجاوز بالكلية. فالعبد الذي يتعرض لعفو الله تبارك وتعالى إنما يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه العذاب في الدنيا والآخرة، ولا يؤاخذه بجريرة ما أذنب. ومن منا لم يذنب، ومن منا لا يذنب، ومن منا لا يحتاج إلى عفو الله عز وجل. من منا أيها الإخوة لا يحتاج إلى عفو الله عز وجل. ولذلك فقد قال أهل الحكمة: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ونقول: إذا دعتك قدرتك إلى عدم العفو عن الناس فتذكر احتياجك لعفو الله تبارك وتعالى. عندما يسيء أحد من الناس إليك تثور هنا الحمية والشهوة النفسانية في حب الانتقام. لماذا؟ عزة، لأن الإنسان لا يحب أن يهان، لا يحب أن يسب ولا يشتم، يكره أن يؤخذ ماله، يكره أن يتجاوز أحد الحد عليه، فتدعوه نفسه. هذه دواعي النفس الشهوانية، النفس الإنسانية التي طبعت على أن تسوق الإنسان إلى الشهوات والملذات. ولكن جملة الأخلاق الفاضلة إنما هي تهذيب للنفوس. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حق النفس:
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه بالاتصال والتمسك بهذه الأخلاق الرفيعة. ولذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ارحموا ترحموا، ويرحم عباد الله، يرحمكم المولى عز وجل. واغفروا لعباد الله يغفر الله تعالى لكم. إذا أردت أن يعاملك الله تبارك وتعالى بمعيار، فعامل خلقه، عامل عباد الله تبارك وتعالى بذلك الميزان، بتلك الميزان. اغفروا يغفر الله لكم. وقد أثنى الحق سبحانه وتعالى في أول سورة الشورى على أصناف ورتب من العباد، فشمل في هؤلاء الذين يغفرون، فقال سبحانه: وإذا غضبوا هم يغفرون. هل أنت واحد من هؤلاء؟ هل أنت واحد من هؤلاء الذين إذا غضبوا يغفرون؟ قال تبارك وتعالى بصفة هؤلاء: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاث صفات: كظم الغيظ، أساء أحد إليك فاغتظت لذلك، لا تعبر عن ذلك الغيظ. نهانا رب العزة سبحانه وتعالى عن أدنى درجات التغيظ أمام الوالدين، فقال: ولا تقل لهما أف. وهذا أدنى درجات التغيظ من الشهيق والسفير، إذا أمره الوالدان بأمر لم يعجبه يتنفس السعداء ويقول هكذا. نهانا الله عز وجل عن إظهار الغيظ أمام الوالدين، كما أن كتم الغيظ أمام الناس ممن يسيء إليك إنما هو من محاسن الأخلاق ومحاميد الشيم والكاظمين الغيظ. ولكن لا يكفي ذلك، بل ثمة رتبة أعلى، هي ثلاث رتب: الرتبة الدنيا كظم الغيظ، والتي فوق ذلك أن تعفو عمن أساء إليك، والرتبة الثالثة الإحسان والله يحب المحسنين. ولذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرف الإحسان قال: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، فهذا مما طبعت النفوس عليه. إذا أتاك رجل هدية تكافئه عليها، زارك أخوك ترد إليه الزيارة، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. هل تقوى نفسك أن تحسن على أن تحسن إلى رجل سبك واشتمك وأن تصنع معه المعروف؟ انظروا إلى قصة ميمون بن مهران رحمه الله تعالى من السلف الصالحين. جاءته أمة له، خادم له، جاءته بطعام حار فيه مرق، فعثرت فأراقت المرق عليه. طعام حار ومرق يؤذي الثياب بلونه ورائحته ويؤذي الجسم بحرارته، فاغتاظ لذلك، فقالت له: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: ذلك فأنت حرة لوجه الله. التدرس والتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما وصف لنا مرتبة العفو بين لنا أن مرتبة العفو ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقوى، التي هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فقال تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى.
فإذا أردت أن تكون من المتقين أقرب إلى درجات المتقين فما عليك إلا أن تلتزم بدرجة العفو. العفو عن الولد إن أساء إليك. التأديب شيء في الدين والخلق، والانتقام للنفس شيء آخر. إن تأخر الولد في الصلاة فنبهته وأدبته هذا شيء، ولكن أن يسيء الولد إليك ثم بعد ذلك تنتقم منه لنفسه هذا شيء آخر. هذا ما يحتاج إلى العفو. بين الأزواج خلاف على الطعام والشراب، خلاف على رحلة أو سفر أو زيارة أو لباس أو طعام أو شراب أو شيء من ذلك، قد ينتهي بالناس أحيانا إلى السباب والشتام والكفر والطلاق، نعوذ بالله تعالى من ذلك. هنا نحتاج إلى العفو. العفو فيما بين الشركاء. المال قليل دائم، المال عرض من عرض الحياة الدنيا يفنى بفناء الحياة الدنيا، ولا يبقى للإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا عفو الله تبارك وتعالى، إلا العمل الصالح الذي يأخذه معه إلى الآخرة. تستحق هذه الحياة الدنيا منا أن ندخل أبواب المحاكم وأن نلجأ إلى القضاء وأن يحكم بعضنا بعضا وأن يقاطع بعضنا بعضا من أجل مال قل أو كثر ولو كان الملايين. الذي وهبك الملايين إن وهبت لأخيك وعفوت عن أخيك يهبك ويضاعف لك، فالخزائن خزائن الحق سبحانه وتعالى، والمال مال الله عز وجل. وقد ولدت ولم ينزل معك من بطن أمك درهم ولا دينار ولا ذهب ولا فضة. هذا ما نحتاج إليه. انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أساء إليه قومه ما أساءوا 13 سنة في مكة وهم يسيئون إليه. وصفوا إساءات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى خطب ودروس وساعات. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة؟ دخل مكة متغطئا الرأس دخول المتواضعين، لم يدخل رافعا رأسه دخول من يشمخ عزا، إنما دخل دخول المتواضعين. هذا أول شيء، متغطئا الرأس تواضعا لله تبارك وتعالى واعترافا بفضل الله عز وجل ونعمته عليه. ثم لما جاءه قومه ماذا قال لكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخي كريم. حتى في الجواب ضنوا في الجواب، ما قالوا رسول الله وغير خلق الله وخاتم النبيين، قال أخ كريم وابن أخي كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. آخر ما نختم به قصة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في القرآن الكريم. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق على واحد من قرابته اسمه مصباح بن أثابة من الصحابة الكرام، ولكن مصباح رضي الله عنه تكلم في السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وغاض في الحديث في من غاض في الإفك، فحلف سيدنا أبو بكر أن يقطع النفقة عنه. فنزل القرآن الكريم، هنا نزل القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتل ولا يحنث، والألية هي الحنث، وآل فلان أي حلف فلان. انظروا وصف المولى عز وجل لسيدنا أبي بكر. المعني بهذه الآية هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. بماذا وصفه الله؟ قال: ولا يأتل أولو الفضل. فبكى سيدنا أبو بكر وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة إلى مصباح. وهنا أحب أن أتوجه إلى كل واحد منكم يريد الانتقام، يريد أخذ بالثغر، يريد أن لا يعفو عمن أساء إليه، يريد أن يأخذ حقه. ولا يأتل
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سؤال نتوجه به إلى كل صغير وكبير، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله كل واحد منا يحب أن يغفر الله له. فتواضعوا لله عز وجل واعفوا عن عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا حسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرهابا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والبشر، صلى الله عليه وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة على نبيه في كتابه الكريم، فصلوا عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذله بقوتك وقهرك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا وللمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طائلا إلا سامنا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها نفع ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تنقصنا، اللهم لا تهنا ولا تؤثر علينا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تقطع منك آمالنا. اللهم اجعل هذا البلد بلد عز ورخاء ورغد وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام وعن المسلمين أجمعين. اللهم أيد عبدك وابن عبدك ملك هذه البلاد الملك عبد الله الثاني، وهيئ له بطانة خير تدله على الحق وتعينه عليه، وخذ بيده إلى ما يرضيك عنه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحق علينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولكل المسلمين أجمعين. أجب دعانا لكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.